ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله في الفيديو وهنتكلم عن كيفية حساب كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز مشترك لملفين، يعني هنشوف الملفين لما بيبقى لهم مركز مشترك هيأثروا على بعض ازاي. نبتدي في الاول، لو احنا دلوقتي عندنا ملف زي ما هو باين قدامنا. طبعا الملف لما انا برسمه بالوضع ده يبقى كده مستوى الملف مع مستوى الورقة، يبقى الاتنين كده مع بعض. يعني انا لو جبت سلكة ولفتها كده قدامي على الورقة هتطلع بالشكل ده. طيب ده مركز الملف. لو انا بقى عندي ملف تاني زي الملف الموجود عندي باللون الاخضر، يبقى انا كده عندي ملفين لهم نفس المركز، يعني مركز مشترك. طبعا ما يهمنيش دلوقتي عدد لفات كل ملف قد ايه. طيب لو احنا قلنا دلوقتي ان اتجاه التيار في الملف الداخلي ده بيتحرك في الاتجاه ده، وفي الخارجي برضو بيتحرك في نفس الاتجاه. طيب عشان احدد بقى كثافة الفيض المغناطيسي عند المركز ده ببتدي بعمل ايه؟ ببتدي اطبق القاعدة اللي احنا قلنا عليها، اللي هي قاعدة البريمة اليمنى. فانا لو جيت اطبق قاعدة البريمة اليمنى للملف الداخلي ده، يبقى انا لو جبت البريمة هنا وابتديت الف في اتجاه التيار، هبص الاقي ان اندفاع البريمة خارج الصفحة، يعني طالع ناحيتي. طيب لو انا جيت اطبق البريمة برضو على الملف الخارجي ده، يبقى هلاقي نفسي لو انا اتحركت كده ان اندفاع البريمة برضو الخارج الصفحة. يبقى بقي المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في الملف ده في نفس اتجاه المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في الملف ده. يبقى طالما الاتنين في اتجاه واحد، يبقى انا كده بجمع كثافة الفيض بتاعة الاتنين. طيب بنفس الطريقة لو انا دلوقتي عندي ملف زي كده وعندي ملف تاني واتجاه التيار اللي فيهم عكس الاتجاه ده، يعني بدل ما بيتحرك كده لا بيتحرك كده. طبعا لو اتحرك كده يجي هنا يتحرك بالشكل ده، والملف الخارجي برضو واخد نفس الاتجاه. طيب عاوزين نشوف بقى محصلة كثافة الفيض المغناطيسي هنا تتحسب ازاي. يبقى انا لو جيت برضو بقاعدة البريمة اليمنى وابتدي اطبقها على الملف الداخلي الازرق ده، هبص الاقي ان انا لو خليت البريمة تتحرك في اتجاه التيار، هبص الاقي ان الاندفاع بتاعها داخل الصفحة يعني لجوه، ولو طبقتها على الملف الخارجي برضو هلاقيه لجوه، يبقى الاتنين ماشيين مع بعض. يبقى انا برضو بجمع كثافة الفيض للملفين. طيب ده بالنسبة لو كان مستوى الملف هو مستوى الصفحة. طيب لو خليت مستوى الملف هو عمودي على الصفحة هيبقى شكله ازاي؟ هيبقى شكله بالوضع ده. يبقى دي عندي الملف ده كده، خلي بالك ان هو مستوى عمودي على الصفحة. طيب لما اجيب برضو الملف التاني الاخضر واحطه عليه هيبقى بالوضع ده. يبقى دول الملفين. يبقى انا لو حبيت احسب كثافة الفيض المغناطيسي هحسبها عند المركز، ادي المركز بتاعي. برضو بنفس الطريقة ادي التيار في الحالة دي بيتحرك كده، يبقى لو حبيت ارسمه هنا هبتدي ارسمه كده، اهو بيتحرك كده وجه هنا. وقلنا ان في الملف الخارجي بيتحرك في نفس الاتجاه، يبقى اهو جه اتحرك كده وجه هنا. برضو لو حبيت احدد اتجاه المجال المغناطيسي للملفين وطبقت البريمة، تعال نطبق البريمة كده على الشكل ده. لو انا خليت البريمة تبتدي تتحرك تلف كده، يبقى اتجاه اندفاع البريمة هيبقى ازاي؟ هيبقى متجه كده. وطبعا بما ان برضو الملف الاخضر دي برضو نفس اتجاه التيار، يبقى برضو هيبقى خطوط الفيض المغناطيسي طالعة لبره كده، يبقى برضو بقيوا الاتنين بيتحركوا مع بعض. طب تعال نشوف الشكل ده برضو لو خلينا مستوى الملفين دول عمودي على الصفحة. ادي الملف الاول اللي هو الازرق اللي عندي، وادي الملف الاخضر بالشكل ده. طيب لو احنا جينا نحدد الاتجاهات اللي موجودة عندنا، ادي الاتجاه هنا بيتحرك فيه بالشكل ده، يبقى لو انا جيت ارسمه هنا هبص الاقي ان اتجاه التيار بيتحرك كده، وفي الملف الأخضر برضو اتجاه التيار بيتحرك كده. طب لو جيت أطبق قاعدة البريمة هبص ألاقي إيه؟
ان انا لو خليت اتجاه البريمة في اتجاه التيار، ابص الاقي ان اندفاع البريمة لاسفل كده بالنسبة للملف الازرق. طب وبالنسبة للملف الاخضر برضو نفس الفكرة، هلاقي الاندفاع لتحت. طبعا طالما كثافة الفيضين في نفس الاتجاه سواء لفوق او لتحت، يبقى محصلة كثافة الفيض عند المركز ان انا بجمع الاتنين مع بعض. يبقى في الحالة اللي موجودة عندنا، سواء اي رسمة من الرسومات دي، هتبقى محصلة كثافة الفيض اللي هو البي توتال بتساوي بي واحد اللي هي كثافة الفيض المغناطيسي للملف الاخضر زائد بي اتنين اللي هو كثافة الفيض المغناطيسي للملف الازرق. طيب لو احنا سيبنا نفس الملفين دول زي ما هما، بس جينا عملنا ايه؟ بدل ما اتجاه التيار في الملفين بيتحرك مع بعض، لا هنخلي ان اتجاه التيار بيضاد بعضه ونشوف ايه اللي هيحصل. ادي عند الملف الازرق بتاعي برضو مستواه كده مع مستوى الصفحة او موازي لمستوى الصفحة، وادي عندي الملف الاخضر برضو معاه في نفس المستوى. طيب لو احنا قلنا ان الملف الازرق اتجاه التيار فيه بيتحرك كده، والملف الاخضر عكس الاتجاه ده، يعني بدل ما هو المفروض يتحرك كده، لا هنخليه يتحرك كده ويبتدي يلف ويجي يتحرك كده. ايه اللي هيحصل عندي في الحالة دي؟ برضو علشان احدد محصلة كثافة الفيض عند مركز الملفين، لازم اشوف عند النقطة دي تأثير كل ملف عليها. طيب نيجي للملف الازرق. لو انا حبيت احدد اتجاه خطوط الفيض المغناطيسي وأطبق قاعدة البريمة اليمنى، هبص ألاقي إن إيه؟ اندفاع البريمة هيبقى لبره الصفحة، لخارج الصفحة. طب لو جيت أطبق بالنسبة للملف الأخضر وأخلي البريمة تلف في اتجاه التيار، هبص ألاقي إن اندفاعها لداخل الصفحة. يبقى كده بقي في واحد بيطلع لبره وواحد بيدخل لجوه، يبقى كده بقيوا متضادين في الاتجاه. طيب نيجي برضو نفس الطريقة، ان انا عندي الملف الازرق وادي الملف الاخضر. طيب اتجاه التيار دول هيبقى فيهم ايه؟ تعال نعكس اتجاه التيار اللي في الملف الازرق، بدل ما هو بيتحرك كده لا هخليه يتحرك كده، وهعكس اتجاه التيار في الملف الاخضر برضو، بدل ما كان بيلف كده هخليه يلف كده. برضو تعال نشوف ايه تأثيره على كثافة الفيض المغناطيسي عند المركز المشترك. نيجي نطبق قاعدة البريمة اليمنى هنا بنفس الطريقة. لو جينا نطبق قاعدة البريمة اليمنى للملف الأزرق، هنبص لقى إن اندفاع البريمة لداخل الصفحة. طيب لو جينا نطبقها بالنسبة للملف الأخضر، هنبص نلاقي اندفاع البريمة لخارج الصفحة. يبقى برضو بقي واحد داخل وواحد خارج، يبقى الاتنين بيضادوا بعض. طيب بدل ما مستوى الملفين موازي للصفحة، لا هنخلي مستوى الملفين برضو عمودي على الصفحة ونشوف المنظور هيبقى شكله ايه. ادي عند الملف الازرق وادي عند الملف الاخضر، عاوزين برضو نحدد اتجاه خطوط الفيض المغناطيسي عند المركز المشترك اللي هو هنا. طيب ادي اتجاه التيار بيلف كده، لما اجي ارسمه هنا ارسمه ازاي؟ ارسمه كده وكده. طيب ده اتجاه التيار كده، يبقى ارسمه كده وابتدي هنا يجي يتحرك كده. طب لو انا جيت دلوقتي اطبق برضو قاعدة البريمة اليمنى، تعال نطبق بالنسبة للملف الازرق. ادي الملف الازرق، لو انت جيت تطبق هتبص تلاقي ان اندفاع البريمة ازاي؟ اندفاع البريمة هتلاقيه كده لفوق. طب لو جينا نطبق بالنسبة للملف الاخضر، هنبص نلاقي ان اندفاع البريمة بقي لتحت. يبقى ادي الاتنين كده متضادين او بيعكسوا بعض. طب نيجي للرسمة دي برضو، نجيب المنظور لما يبقى مستوى الملفين عمودي على الصفحة. ادي الملف الازرق وادي الملف الاخضر، تعال نحدد اتجاه التيار. ادي التيار بيتحرك كده في الملف الازرق، يبقى ادي التيار بيتحرك كده في الملف الازرق. طب وبيتحرك كده في الملف الاخضر، يبقى ادي بيتحرك كده في الملف الاخضر. برضو تعال نطبق قاعدة البريمة عشان نجيب اتجاه خطوط الفيض المغناطيسي عند المركز المشترك. طيب بالنسبة للأزرق،
الأزرق كده، لو أنا جيت أطبق هبص ألاقي إن اندفاع البريمة لتحت. طب بالنسبة للأخضر لو أنا جيت أطبق كده هبص ألاقي إن اندفاع البريمة بقي لفوق، يبقى بقوا اتجاهين برضو متضادين. طالما متضادين يبقى قلنا محصلة كثافة الفيض المغناطيسي اللي هو البي توتال بتبقى الاتنين مطروحين من بعض. أنا لو فرضت إن كثافة الفيض المغناطيسي للملف الأخضر أكبر من كثافة الفيض المغناطيسي للملف الأزرق، يبقى هقول إن البي توتال بتساوي بي واحد ناقص بي اتنين. لو أنا فرضت أو لو أنا لقيت كثافة الفيض للملف الأزرق أكبر من كثافة الفيض للملف الأخضر، يبقى هقول إن البي توتال بتساوي بي اتنين ناقص بي واحد. يبقى لازم لما يجي لي ملفين أبتدي أشوف اتجاه التيار وابتدي اطبق قاعدة البريمة اليمنى على كل ملف على حدة، اشوف لو الاتنين في نفس الاتجاه يبقى انا بجمع، الاتنين متضادين يبقى بطرح، بس بطرح الكبير ناقص الصغير. بس الحالات دي كلها لما يبقى مستوى الملفين مع بعض، سواء مستوى الملفين مع بعض وموازي للصفحة او مستوى الملفين مع بعض وعمودي على الصفحة. طب لو حصل ان مستوى الملفين ما بقيش واحد، يعني بقيوا مختلفين، طب لو بقيوا مختلفين ايه اللي هيحصل عندي؟ ادي عندي الملف الازرق بتاعي كده، الملف الازرق بتاعي مستواه افقي وعمودي على الصفحة. طيب لو انا جبت الملف الاخضر وخليته كده، يبقى الملف الاخضر كده رأسي وبرضو عمودي على الصفحة، يبقى كده بقي ده ليه مستوى والتاني بيه لي مستوى تاني خالص. يبقى أنا دلوقتي لو عاوز أحسب محصلة كثافة الفيض عند المركز ده هعمل إيه؟ بنفس المبدأ اللي احنا اتفقنا عليه، إن أنا بطبق قاعدة البريمة اليمنى على كل ملف على حدة. يعني أنا مثلا دلوقتي لو فرضت إن اتجاه التيار في الملف الأزرق بيتحرك في الاتجاه ده، يبقى أدي بيلف كده وبيبتدي التيار يجي هنا، والتيار اللي بيتحرك في الملف الأخضر فرضنا برضو ان هو بيتحرك مثلا في الاتجاه ده. نبتدي بقى عاوزين نشوف محصلة كثافة الفيض عند المركز المشترك للملفين دول. طيب زي ما احنا اتفقنا بنفس المبدأ ان احنا نطبق قاعدة البريمة اليمنى على كل ملف على حدة، وبعد كده نشوف كثافة الفيضين اتجاههم مع بعض ازاي. طيب لو جينا نطبق قاعدة البريمة اليمنى على الملف الأزرق، حطينا البريمة هنا عند نقطة المركز وابتدينا نلف البريمة في اتجاه التيار. طيب لو لفناها في اتجاه التيار هنبص نلاقي ان اندفاع البريمة هيبقى لفوق كده. طيب لو جينا نطبق قاعدة البريمة على الملف الأخضر، طيب عشان نطبقه على الملف الأخضر أجيب البريمة وابتدي أحطها عند المركز، وابتدي طبعا البريمة هتتحط كده عند المركز هنا، وابتدي الف البريمة في اتجاه التيار. طب انا لو لفتها في اتجاه التيار هبص الاقي ان اندفاعها ازاي، ابص الاقي ان اندفاع البريمة بقي بالوضع ده. طيب يبقى كده اتجاه خطوط الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في الملف الازرق بقي لفوق بالوضع ده، وليكن عمل كثافة فيض اسمها بي واحد. واتجاه خطوط الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في الملف اللي باللون الأخضر باتجاهه كده، وليكن عمل كثافة فيض اسمها بي اتنين. طب قلنا عشان نجيب محصلة بي واحد وبي اتنين لما بيبقوا متعامدين ان احنا بنيجي نعمل كده ونبتدي نكتب ان ده البي توتال، وهنشوف بنجيب البي توتال ده ازاي. طيب لو احنا جينا نفس الشكل ده برضو، ادي ملفين، ادي ملف ازرق ده طبعا افقي وعمودي على الصفحة، وادي الملف الاخضر رأسي وبرضو عمودي على الصفحة. برضو عاوزين نجيب محصلة كثافة الفيض عند المركز المشترك للملفين اللي هو ده. وليكن ان احنا هنعمل ايه، وليكن ان احنا مثلا هنثبت اتجاه التيار بالنسبة للملف الازرق، والملف الأخضر هنعكس اتجاه التيار، يعني التيار بتاعه هيبقى داخل كده ويبتدي من هنا خارج كده.
طبعا اي اتجاه، يعني انا ممكن اثبت ده واعكس ده، اعكس الاتنين. طبعا المفروض تطلع عندي 4 احتمالات بس كلهم بنفس الفكرة. يبقى احنا برضو عشان نيجي نبتدي نحسب محصلة كثافة الفيض، قلنا نتعامل مع كل ملف على حدة. لو انا جيت اتعامل مع الملف الازرق واطبق قاعدة البريمة اليمنى، اجيب البريمة واحطها عند المركز اللي هنا وابتدي الف في اتجاه التيار، ابص الاقي ان اندفاع البريمة بتاعتي هيبقى لفوق كده، ونتيجة ان خطوط الفيض المغناطيسي لفوق كده يبقى هتطلع لي كثافة فيض اسمها وليكن B1. طيب بالنسبة للملف الاخضر، برضو اجيب البريمة بتاعتي واحطها عند المركز هنا وابتدي الف البريمة في اتجاه التيار. طب انا لو لفيت البريمة في اتجاه التيار هبص الاقي ان اندفاع البريمة بقي ازاي؟ هنلاقي ان اندفاع البريمة بقي بالوضع ده. طيب برضو ده خطوط الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في الملف الأخضر، يبقى يعمل لي كثافة فيض وليكن اسمها B2. يبقى ادي بقي عندي B1 وادي B2، الزاوية ما بينهم 90 درجة، يبقى يبتدي محصلة ما بينهم تبقى كده، واكتب البي تي. طبعا لما كانوا يبقوا عندي قوتين متعامدتين بالشكل ده، كنا نبتدي نستخدم القانون اللي احنا كنا نقول ان بي توتال تربيع بيساوي B1 تربيع زائد B2 تربيع. فلما كنا نخلي B توتال بس، يبقى كنا نقول إن ال B توتال بتساوي الجذر التربيعي ل B1 تربيع زائد B2 تربيع.